قول لنا ايه حوار السوشيال ميديا معاك؟ يعني فنانين كتير بتبقى مهتمة قوي بسوشيال ميديا بتاعتهم والصفحة، وتقعد تحط فيديوهات وتحط، يعني شايفين ان دي حاجة اساسية للفنان. هل انت الموضوع بالنسبة لك كده؟ كل زمان مع هوجة السوشيال ميديا، انا بقالي سنتين مخصمها؟ مش مخصمها، بتعامل معاها معاملة العادي. يعني انا السوشيال ميديا كانت عندي مهمة، بس انا في بيني وبينها دي من اول يوم، انتي عالم افتراضي، انتي مش حقيقيه بالنسبه لي. مع الوقت بدات اكتشف مساوئها، بصراحه مساوئها كتير جدا السوشيال ميديا دي يا جماعه، زائفه بكل المقاييس. حتى نجاحك على السوشيال ميديا زياده بدرجه غلط، وفشلك زياده بدرجه غلط. يعني مثلا انتي عملتي مشهد حلو فبرافو، او والله انتي شاطره، لكن انتي مش اعظم ممثل لازم افضل افور عشان تردي عليا. تلاقي مثلا واحد دخل عمل مشهد لطيف جدا، يا فنان انت بجد من اعظم الممثلين اللي شفتهم في حياتي، اعظم ممثلين شفتهم في حياتك، عشان عملت مشهد كده في كل حاجه اوفر قوي يا استاذ، في الحلو وفي الوحش. يعني عارف عمرو بيجي اوفر قوي استشكا، اوفر قوي استشكا اللي انت بتعمله ده. او مثلا تعملي حاجه عاديه، غلطه عاديه، يعني عادي كلنا بنغلط. لا مفيش غلطه عاديه. يا صدمتي فيك يا عم، انت لو ابن اختي مش هتتصدم فيا كده. انت مالك، انت ليه عامل صاحبي؟ انت مصدوم فيا كاننا بناكل مع بعض الثلاث وجبات في اليوم ليه؟ انت ما تعرفنيش اصلا. بس ده بيبقى أوفر. حب الناس برضه، يعني لا دي المشاعر الزائفه. بص، السوشيال ميديا بتديكي قوه كدابه، وبتديكي حب كداب، وبتديكي كره كداب، كله اضربيه في 10. لو انا زعلان منك كده دلوقتي عشان انا وشي لوشك، اقول لك والله يعني يا استاذ غنى الموضوع كذا، كان ما اعرفكيش، خرجت بره يا عم، دي بتهزر يا عم، دي ازاي تقول كده؟ روحت البيت ومسكتها بهدلتها، ما هو ما حدش معايا بقى. فلما اقعد دلوقتي ماسك الموبايل ويوسف مضايقني فاشتمه، هو يوسف عارف هيعرف يجيبني؟ صح، بالعكس ممكن تشوفني في الشارع تقول لي ايه ده، انا بحبك جدا، ويلا نتصور. بالظبط، بس ورا الشاشه حصل معايا مره. يعني حصل واحد اتخانقت معايا على الفيسبوك، دخل وقال كلتو يا ابني انت ازاي تعمل، وبالصدفه بعديها بكام يوم قابلته في مكان عام، قابلته في كافيه. قمت جبته من قفاه، قال انا اسف والله العظيم انا ما اقصدش. ده مثلا من كام يوم كان بيشتمني ابشع شتائم. هو انت مش انت اللي، حتى ما انكرش ان الخط قاعد يعتذر. فهو العالم الافتراضي انا بصراحه اكتشفت قد ايه هو غلط وغير صحي على الفنان. يعني انا عندي انزل الشارع والناس تقابلني وتتكلم معايا وجها لوجه وتقول لي رايها وجها لوجه، احسن من ان انا اقعد اسمعه على السوشيال ميديا، ما بقاش مهم. فبقى كده اللي هو صوره كل اسبوع 10 ايام، بوست كده حاجه هزرايه، بقت اغلب بوستاتي فريند اونلي مع اصحابي بس. ما بقتش مهتم قوي. اوكي، طب مين بقى من الفنانين اللي نفسك تقف قصادهم؟ والله يمكن نفسي اقف مع كريم عبد العزيز. اشتغلنا مع بعض اذاعه. عملنا مع بعض مسلسل اذاعي. وكان في الاختيار بس ما اتقابلناش مع بعض. فحاسس ان انا لو مثلت قصاد الراجل ده انا هنبسط. طبعا. يعني انا هنبسط جدا لان هو مبهر. بالنسبه لنا هو شخص مبهر. يمكن انا خايف امثل قصاده لان خايف ما اسرح معاه وانسى امثل، يعني من كتر ما انا بحبه. بقعد اعمل له كده وبيمسك، ممكن ما ردش عليه. نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز.